في ايه بس يا توحى؟ مالك؟ تقدر تفهمني ايه اللي بسمعه ده يا احمد؟ ايه هو اللي بسمعي؟ الظاهر ان انا اخر من يعلم، نايمة على وداني. طيب فهميني في ايه بس؟ انت صحيح في علاقة بينك وبين اسمهاني احمد؟ علاقتي؟ اسمهاني مجرد زميلة. ما تكتبش، ما تبقاش خاين وكتاب. انت بتقول ايه يا فريدة؟ بقولك اللي محدش قادر يواجهك بيه يا مولاي، اللي بتنبر قصرك وجوه قصرك وفي كل حتة في مصر. مش صحيح، دي افكار بيروجها المغردين من اعدائي. ده شعور كل الشعب دلوقتي يا مولاي، الناس خلاص فات بيها والفساد استشرف البلاد جلالتك. كذب وافتراء، انا شعبي مرتاح وبيحبني واثق ان انا بعمل الصالح لي وللبلد. للاسف جلالتك اللي شايف كده، بس انا يا ما حذرتك يا فاروق، ما كنتش بتسمعني وما كنتش بتسمع غير نفسك. مشيت ورا نزوات وعلاقات سايله ونسيت شعبك وبلدك. اسكتي يا فريده، اسكتي. مش هسكت. ازاي جالك قلب تعمل كده؟ ازاي جالك قلب تخني؟ انا ما خنتكيش يا تحية. لا خنتني، مجرد انك تدي قلبك وبشعرك لواحدة تانية تبقى خيانة، وانا مش ممكن ابدا اقبلها، ولا على نفسي ولا على كرامتي. طب اهدي اهدي يا شباب. انا هادية قوي. يبقى في علمك، انا اللي يدوس عليا مرة ادوس عليه الف مرة، واللي يبيعني مرة ابيعه العمر كله. طيب اهدي شوية وانا اوعدك ان انا هساوي المسألة دي كلها. يا ريته كان ينفع. يعني ايه؟ طلقني يا احمد. طلقني. انت طلقه فريده. طلاق الملكة فريدة في التوقيت ده بالذات معناه انهيار الملك. الملكة فريدة محبوبة من الشعب وعندها حس وطني غير عادي. تفتكري حقي نظروف البلد ورا حكاية الطلاق دي؟ ظروف البلد وأفعال الملك وتجاوزات الحاشية، كل ده ممكن يكون سبب من أسباب الطلاق. هتزعل نفسك عليها، دي خسرت عمرها لما خسرتها. هي في الأصل مكانتش تليق بيك، دي خدت فرصة عمرها. جوزها منك خلاها ملكة. بفضلك أنا عايز أبقى لوحدي. بس فريدة تكور من القصر لوحدها، ماتاخدش البنات معايا، بتنحرم منهم للأبد. بفضلك أنا عايز أبقى لوحدي. طيب ما تزعلش نفسك.
سودة ليه تحل؟ عامل ايه؟ حظي كده يا جمالات يا اختي، ليه الدنيا ما عندها فيكي كده والناس حزناكي ومش سايباكي في حالك؟ بقدر ومكتوب، ومين يهرب من المكتوب؟ بس يا اختي الراجل كان بيحبك وكان شايلك جوه عن الاتنين والله، وحب علي، كسر قلبي وجرحني وحب علي. ده الكسر في قلبه ان شاء الله بقى انت يحب عليك انت. هعمل ايه؟ حظي كده، الدنيا معنداني، الظاهر ان ماليش بخت في الرجاله. يلا والله هما اللي خسرني. هو انا اللي قلت خلاص؟ الحظ اتسب لي ولقيت الراجل اللي هيحبني ويشيلني في حباب عيني وكان في حضنه العمر كله، يحب عليا ويجرحني. يا ميلة بختك يا تحية. لو النبي ما تقهريش نفسك يا توحة، خصالك يا بنت، ده انتي تحية كاريوكا اللي ألف واحد يتمنى بس تشاوريله بصباعك الصغير. يا بنت دول ملمومين عليكي كده، والله العظيم وبكرة هتفتكري الكلام اللي أنا هقوله، هتتجوزي أحلى منه 100 مرة. اضحكي بقى. تعبانة أوي، معلش سامحيني، معرفتش أجيب لك حاجة وأنا جاية، كانتش فيا دماغي. تجيبي لي إيه يا تحية؟ هو إحنا يا بنتي في منك الكلام ده؟ تعرفيش دخلتك عليا دي تسوى إيه؟ وانا ليه غيرك يا تحية؟ هكله اكل عيش. ده انت حتى شغلك ما بقاش ياكلك عيش حاف. انا اللي عمال اجيب لك سندوتشات على حسابي وانت تلغ، وكله على الفاضي، بقيت زي العجل يا سباعي. طبعا انا عماله اضغط فيك ليل ونهار. حس بقى شويه يا سباعي، حس. يعني اعمل ايه يا جمالات؟ ما انا بحاول احوش تمن الشبكه ومش عارف. سنه ونص يا اخويا بتحوش في تمن الشبكه؟ امال لما تيجي تحوش المهر هتقعد قد ايه؟ قول يا رب. يا رب ياخدك. انت بتدعي عليا يا بت؟ ما انت يا اخويا نايم لي في الخط وسايبني اتقلب على جمر النار. الحقني يا اخويا انا شغاله، الحقني قبل ما اعطل. كل ده يا كماليا؟ معلش يا رودي يا حبيبي، غصب عنه. معرفش بس ايه اصرارك ان احنا نتقابل بالنهار كده؟ عشان بالليل مش فاضي. عندك ايه الليله دي؟ الميعاد اللي بيخنقك وبيخنقني. علشان خاطري ما تتضايقش. خلاص يا كماليا، خلاص. اعمل ايه طيب؟ خلاص يا كماليا قلت لك خلاص. ادخل. الظاهر ان انا جيت في وقت غير مناسب، عادي عليكي بعدين. لا 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 لا، اتفضل تعالى يا سليمان بيه، انت مش غريب. يا ساتر، اصلي تعبانه شويه. ايوه ما انا ده اللي جاي اكلمك فيه بالظبط يا تحيه. انت بترهقي نفسك زياده عن اللزوم الايام ده، وده مش كويس. اعمل ايه؟ انت عارف انا عايش ايه؟ هو الشغل. ايوه كويس، بس 5 افلام في كام شهر ده كتير قوي خالص. وعندي استعداد اعمل 100 فيلم كمان. يا ستي انا بتكلم بجد، شكلك مرهق جدا، كانك بتنتقم من نفسك. مالي؟ ما انا حلوه زي الفل اهو. ايوه يا ستي حلوه وزي القمر كمان، بس في نفس الوقت الشغل كتير ده مش كويس ابدا. اهي كل الافلام اللي بتيجي اكملت عدد لحد ما يجي الفيلم اللي هو يلفق. ايوه عشان كده كنت بقول يعني ان المنديل الحلو كفايه وخلاص. ما انت عارفني يا بيه، بتكسف اقول لحد لا. لا يا تحيه، من هنا ورايح لازم تتعلمي تقولي لا. عايز الناس تكرهني؟ لا، عايز الناس تحبك. اعتقد انت فاهماني كويس.
فهمك يا بيه. طيب على اذنك بقى انا هقوم علشان اسيبك ترتاحي شويه. لا خليك قاعد، ده هما دقيقتين وهيندهوني. وبعدين معاك يا جدع انت، هو احنا مش هنلاقيه غير صدفه ولا ايه يا عم انور؟ كويس ان انت بتلاقيني يا مصطفى، انا نفسي مش لاقي نفسي. المهم انت عامل ايه؟ اديني خرجت من السجن تاني ومستني اشوف هيرموني في السجن امتى. انا عمري ما شفت زيك يا جدع، مهما تحصل لك من كوارث بتسخر منها وتضحك. عشان مصر يا مصطفى، ده سر خلود الشعب ده، مهما يعيش ازمات برضه بيضحك، ولو ما لقاش حاجه يضحك عليها بيضحك على خيبته. زي كده انت اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. المهم انت طمنا عليك. الحمد لله عايش، عايش زي كل الناس الغلابه، بنجري على اكل عيش. ايه كم المراره اللي جواك ده يا امر؟ المراره خلاص اتفقعت يا مصطفى من كتر اللي البلد شافته. بقولك يا امر، ما سمعتش عن تشكيل سر جوا جيش؟ انا لا سمعت عن تشكيل ولا سر ولا اعرف اي حاجه عن الجيش، ما بقاش عندي امل ان انا ممكن ارجع الجيش تاني. خلاص يا مصطفى، ما بقاش في جيش في البلد اصلا. على مهلك يا صاحبي هتولع الدنيا. مخنوق قوي يا زكا. من ايه يا صاحبي؟ امال انا عمال احكي لك على ايه من الصبح؟ رشدي اقطع علاقتك بكاميليا. انت بتقول ايه يا زكا؟ لمصلحتك، انت بتناطح مين بس؟ الموجه المره دي اقوى منك، وانت مش قد المشاكل اللي هتجيلك من السرايا. هو في كده؟ اقطع علاقتي مع واحده غصب عني؟ احنا فين احنا؟ رشدي ما اتعنتش، انت بنفسك قلت لي انها اتقالت لك صراحه ان المنتجين بيخافوا يشغلوك علشان انت مغضوب عليك من السرايا. فعلا اتقال لي كده قبل كده. وانت في بداياتك وعامل شغل في السينما مش بطال ومحتاج تكمل. مش هسيب كاميليا يا ايزاك. يا رشدي ما تعانتش وبلاش العرق التركي في الحكايه دي بالذات. الموضوع ده بيعفرطني يا ايزاك، مش هسيب كاميليا، انا بتعفرط من الموضوع ده. خير يا مش هتروح السرايا الليله دي. لكن يا قلت لك مش هتروح السرايا الليله دي. مساء الخير يا سليمان بيه. اهلا حسين بيه، ازيك يا راجل؟ الحمد لله. اعرفك حسين بيه عاكف، الطيار الخاص لجلالة الملك. تشرفنا يا بيه. اهلا بحضرتك الفنانة تحية كاريوكا. وهل يخفى القمر؟ ده انا من اشد المعجبين بيك. مرسي. سليمان بيه، ما تيجي نسهر مع بعض شوية؟ معلش عندنا ارتباطات بعد كده. يا خسارة ماليش حظ. مرة تانية إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. عن إذنك. اتفضل. بعد إذنك يا هانا. اتفضل. أهو روحتي فين مالك؟ صاحبك ده نظراته جريئة أوي. شيخة ولا جريئة ولا حاجة، وبعدين إيه في إيه؟ أنت بقيتي نجمة خلاص، دي ضربة الشهرة. تقول إيه بقى؟ هم حشيت الملك كده، عندهم بجاحه متناهيه. حرام عليكي، انا معلوماتي عن حسين انه غير كده خالص. يا سلام، من جور الحداد، وانت بتقول ده الطيار الخاص للملك وكاتب اسراره الخاص كمان. كمان ومش عايز عينه تبقى فارغه. يا عم وانا اللي قلت جاي اتنفعني اصور لك كام صوره جديده، ما جايش تشتكي لي يا رشدي. زهقان يا خرشت من الدنيا كلها. ما تستعجلش يا رشدي، ادخل.
سعيده. سعيده يا توحه، اهلا وسهلا، اتفضلي. مشغول يا خورشيد؟ معقول هنشغل عنك يا ست الكل؟ سعيده. سعيده هنا. النجمه تحيه كاريوكا يا رشدي. ده كلام يا خورشيد؟ بتعرفني بسوبر ستار الدنيا كلها. مرسي. ده يا توحه رشدي ممثل جديد، لكن ان شاء الله اتوقع له يكون دون جوان السينما. طبعا عارفاه. معقوله يا هانم عارفاني؟ شفت كل شغلك ومعجبه بيه. دي اكبر شهاده اعتز بيها من نجمه عظيمه زي حضرتك. ها شفت يا رشدي، اهو شغلك البسيط اللي مش عاجبك ده اهو متشاف وعاجب الناس. حقيقي شغلك جميل، وان شاء الله مستقبلك هيكون اجمل. ارجوك يا استاذه كفايه كده عليا قوي، انا كده هتغر. احنا من اول ما صورته وانا شايف وشه فوتوجونيك ينفع جان. هو فعلا كده شكله حلو طيب، مشروع نجم. ما تتخيليش يا استاذه كلامك ده احياني قد ايه. انا كنت مسافر ايطاليا كمان يومين ومش ناوي ارجع تاني خالص. شفتي المجنون اللي زهق من اولها وعايز يسيب الفن؟ اوعى تعمل كده، خليك عنيد، لازم تحب شغلك، ما تخليش ابدا اي حاجه تكسرك، وان شاء الله هتبقى نجم كبير. اللي قدامك دلوقتي جات البلد دي حافيه، حافيه بجد مش تمثيل. لا 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 اكيد ده تواضع منك يا هنا. والله ده حصل بجد، رحله كفاح كبيره قوي وما اقدرش ابدا انساها. المهم في الموضوع انك تحب شغلك وان شاء الله ربنا هيوفقك. مالك يا قمر؟ صعبان عليا نفسي يا مصطفى، ناس اقل مني وما عملوش البلد اي حاجه واخدين وضعهم فيها، وانا اللي ضحيت بحياتي عشان البلد. بقول عشاي عليك يا رب. بس الكلام ده مش جديد يا عمر. افتكرت ايام عصيبه كلها اتضايق، افتكرت ايام السجن امتهان الكرامه والهروب، مره شيال ومره عرباجي ومره سواق، كتف معلم بنشيل الحجارة مع الترحيل. أنا نسيت إني ظابط يا مصطفى، نسيت نفسي والناس نسيتني. حلال ده ولا حرام يا رب؟ حلال ده ولا حرام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يا مريم؟ في ايه كفل الشر؟ احمد اخوك يا تحية مات؟ بين الحياة والموت، الموت بخلان عليه، جات له كل رزايا كل اللي جات له. لا حول ولا قوة الا بالله. هو ناقص احمد ما بقاش احمد، الكولر خلصت عليه. الوبا جالنا من معسكر الانجليز اللي في الشرقية واللي في الاسماعيلية. هما كده الانجليز ما يجيش من وراهم حاجه عدله ابدا. اخوكي بقى يصابك كافر يا تحية. لازم اشوف. شفت الدنيا يا أحمد؟ بس أنا مسامحاك،
والله مسامحك يا اخويا. طبعا خسارة كبيرة. الفن النهاردة خسر عملاق كبير من عمالقة الفن في مصر والبلاد العربية. لكن أجيب هيفضل عايش جوانا على طول. عمرنا ما هننسى أبدا. رغم إنه مش مصري، لكن عاش بين المصريين واحد منهم. حبينا وحبيناه. ضحكنا وبكانا. عاش همومنا. كانت جواه حاجة يا أخي تحليه تملي، بيحب يعيش في عزلة. كانوا أصدقاء قليلين أوي، لكن بالنسبة لي كان أعز صديق. ربنا يقدس روحك يا رحاني. الورد ده المدام كاريو. الله اكبر سيدي على الورد. اتفضل انت بقى وشوف شغلك. ادخل. مساء الورد يا نجمه. من مين الورد ده؟ ما عرفتش. اسف يا فندم، اضطريت اسافر ايطاليا. بالتوفيق يا نجمه، ودايما في تقدم. رشدي يا باسل. الورد مفرحك قوي كده يا توح. وانت مالك يا رخمه؟ اتفضل. هي دول ده تهبي. شكرا. هو حضرتك عايز توحه؟ ايوه، يا ريت تقولي لها ان انا عاوزها. خير يا باشا. واحنا ما ينفعش نتكلم في حته بعيده عن هنا؟ اللي هتقوله في اي حته تانيه ينفع قوي يتقال هنا. وهو كذلك، احنا هنا في اسكندريه عشان جلالة الملك موجود في قصر المنتزه. لا، من قبل ما تكمل كلامك. لا، هو ايه اللي لا؟ انا مش هروح للملك، والملك عارف كده كويس قوي، وعارف كمان اني مش ممكن حوافق ابقى واحده من حريمه. لا 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 لا، انت فهمتيني غلط. انا ما قصدتش جلالة الملك. امال قصدت مين بقى من حشيته؟ ولا قصدت اي حد من حشي جلالة الملك. أنا بتكلم عن نفسي. لا أنت ولا الملك ولا أي حد من حشيته. النمرة غلط يا باشا، مش تحية كاريوكا. تحية، أنا فعلا معجب بيك. في حدود إني رقاصة أو ممثلة، أكتر من كده ما اسمح لكش. بس أنا إعجابي بيكي غير إنك رقاصة أو ممثلة. يبقى يفتح الله. تحية، أنت ليه بتصدي قوي كده؟ مش ناخد ولادي مع بعض؟ عشان انا مش كده. انا غير اي ست شفتوها او تعرفوها. اللي عايزني يبقى في الحلال وبس.
خير يا حبيبي. صباح النور يا حبيبتي. ايه ده، احنا امتى دلوقتي؟ احنا بقينا الظهر يا كسلان. انا بصراحه مش عارف انت بتقومي بدري من النوم كده ازاي، احنا في شهر العسل. بطل بقى يا كسول، احنا عندنا شغل. انت عندك شغل، انا ما عنديش شغل، انا في اجازه. انا بقى ما عنديش اجازات. الله، البحر حلو قوي. اسكندريه كلها جميله وناسها كمان حلوين، بس مش احلى منك. بطل بقى يا بكيش، حبه صغيره بس. الله، وبعدين معاك على ما جهزت تكون انت كمان جهزت. طيب على ما تعدي حمامك اكون نمت شويه. بقول لك هلبس هدومي تكون جهزت يا كابتن. مين هو مول؟ ما تشوف ايه حكايه الشغل دي كمان. والله انت اللي وحشني قوي يا سليمان بيه. اهو الحمد لله مبسوطة معاك. عندك حق، هو صحيح جوازنا جه بسرعة، بس ما تاخدش في بالك، ادينا بنعرف بعض حبة حبة، وهو بالمرة بقالنا ظهر كمان في السرايا. على رأيك. من حق، انا خلاص قربت اخلص الشغل وراجع على مصر. في الحقيقة فرصة عظيمة خالص أن أعرفك عن قرب يا سليمان بيه. في الحقيقة فرصة مش طيبة بالمرة بالنسبة لي. ليه كده بيه؟ عشان بتغلبني في بلياردو يا أخي. قلقتني يا بيه. سليمان بيه نجيب أكتر واحد مهتم بالمواهب الشابة يا رودي، ومؤمن بيهم، بس على شرط إن هم كمان يكونوا مؤمنين بنفسهم. هتروحني على الزمالك وبعد كده تروح تسهر في القصر زي ما أنت عاوز. ليه بس يا توح؟ فيها ايه لما تيجي تسهري معانا؟ انت عارف كويس قوي ان انا ما بحبش السهرات اللي من النوع ده يا عاكف. انت اللي بتقولي كده؟ تقصد ايه؟ عشان ما انا رقصه؟ يا توحى ما قصدتش، خلاص زي ما تحبي. عاكف، انا احب اني ابقى مراتك، ملكك انت، انما السهرات اللي فيها الملك وحشيته بحس انهم بيبصوا لي بصات بتخرم في جسمي، وانا واحده عندي كرامه، ما اقبلش كده على كرامتي حتى لو انت رديت كده. ايه ده؟ بتقولي ايه يا توح؟ هتوصلني ولا انزل اخد حنطور؟ خلاص خلاص اوصلك. اقول لك بلاش روحني على الزمالك، وديني معهد ايزاك للرقص. الله، انت رايحه تسهري اهو. اسهر زي ما انا عايزه مع الناس اللي انا اختارهم واحبهم، مع الناس اللي يحترموني وما يتخطوش حدودهم معايا، واللي يبقوا عارفين ومتاكدين ان انا ست متجوزه ومحترمه. ايه يا اخي سليمان بيه نجيب ده؟ شخصيه هايله بجد. سليمان بيه ده فنان بجد. اهلا اهلا يا توحه. ازيك يا ازيك؟ ازيك؟ معقوله؟ ايه الصدفه الجميله دي؟ الو، ازيك يا رشدي؟ ازيك يا فندم؟ اتفضلي. ميرسي. على فكره انا محظوظ قوي الليله ان انا شفت حضرتك. انا مش عارفه اقول لك ايه، دي مجامله رقيقه قوي منك يا فندم. على فكره انا سافرت ايطاليا، بس قبل ما اسافر وصيتهم ان هم يبعتوا لك ورد اسكندريه. وصل، وما تتصورش مدى فرحتي بيه اول ما شفته قد ايه. ده كومبلومون كبير قوي 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 منك. ما تتخيليش يا فندم انا سعيد قد ايه اني بشوف حضرتك دلوقتي. المرة اللي فاتت يوم ما اتقابلنا كلامك قد ايه اثر فيا وحمسني.
رشدي بقى عنده حماس غير عادي يا توحة. رشدي يستاهل انه يبقى نجم كبير، وان شاء الله ربنا هيناول حلو. سيجارة. مرسي. اخبارك ايه يا ايزاك؟ اخباري تمام. ايه عندك رأسة جديدة في فيلم ولا ايه؟ هو انا يعني ما يجيبنيش عندك هنا غير الشغل؟ انا قلت اعدي اسلم عليك، وحشت. ايه ممنوع؟ اكيد يا فندم، ده من حظي اللي ما كنتش اعرف ان هو حلو قوي كده عشان اشوف حضرتك. انا كمان فرحانه قوي اني شفتك النهارده يا رشدي. تعرف يا ايزاك ان انا بفكر اسيب الرقص دلوقتي؟ ليه بتقولي كده بس يا توحة؟ انا قلت اسيب الرقص وانا لسه في عز نجوميتي عشان ما اخسرش جمهوري. الحقيقه الكلام ده مش غريب على واحده واعيه ومثقفه زيك. في كل مره بشوف حضرتك بتديني درس جديد. الفنان اللي بيحترم جمهوره زيك اكيد فنان عظيم. ثروه الفنان الحقيقي هي جمهوره، ولو خسر جمهوره يبقى خسر نفسه وخسر كل شيء في حياته. ما تروح للدكتور يوسف رشاد، معلوماتي منك انك بتحبه وهو بيحبك. اروح للدكتور يوسف اقول له ايه؟ اقول له بحبك قوي يا دكتور يوسف؟ لا طبعا، بس انت عارف ان اليومين دول كل حاجه في البلد ماشيه بالواسطه. عندك حق، البلد بقى كلها فساد ورشاوي ووسايط، عمرنا ما كنا بنسمع عن الكلام ده. الدكتور يوسف بقى ممكن يتوسط لك عند الملك انه يرجعك الجيش تاني. اخاف اروح لها مصطفى ما يساعدنيش، ابقى خسرته للابد. انا واثق انه هيساعدك، وبعدين يعني هو هيخسر ايه لما يقول للملك انه يرجعك الجيش تاني؟ فكرك الملك ممكن يوافق؟ انا متفائل يا عمر. يا رب. طيب استاذن انا بقى، الوقت اتاخر بصراحه يا فندم. عادتك ما يتشبعش منها. ولا انتوا كمان، بس اعمل ايه؟ لسه هشوف تاكسي. ايه ده، انت مش معاك العربيه؟ لا بس بسيطه، هاخد تاكسي من تحت على طول. لا 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 يا فندم ارجوك، تاكسي ايه؟ اسمحي لي ان انا اوصلك بعربيتي. بس انا مش عايزه اتعبك يا رشدي. تعالي كده يا فندم. ايه، واحنا مش كنا خارجين نتعشى مع بعض يا رودي؟ نتعشى لوحدك يا زكي، نتعشى لوحدك. خد يا سباعي، كل يا اخويا الحمامه دي يمكن تحمى على قلبك وتقوم لك ام. يا بنت انت متاكده ان المدام مش جايه؟ تيجي ده ايه يا اخويا، ده زمانتها نايمه في حضن جوزها متهنيه ومتدفيه، حسره عليا لا ليا جوز ولا فرد. لا طالما نايمه ومتهنيه يبقى ما بديهاش. سلامة يا ست الكل. الله يسلمك يا رشدي، ميرسي. مع السلامه. تصبح على خير. باي باي. الله 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 يا ست هاني. الله بقى ترفضي تسهري مع جوزي عشان تروحي تتصرمحي مع الواد العيل ده؟ ايه ده ايه ده، انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ بقول اللي شفته يا هانم، سهرانه مع الواد بتاع كاميليا. عارف احنا في الشارع. الشارع ده هو اللي ليه بيك يا مدام. احفظ مركزك، ايه قلة الادب دي؟ انت اللي عدمت الادب. انت ازاي بتكلمني بالطريقه دي؟ الطريقه دي هي اللي تليق بواحده زيك يا مدام. اخص عليك اخص، كلكوا شكل بعض، كلكوا صنف واحد، كلكوا زباله. طالع تحية. شباب يا زباي. يا نهار اسود، انا عمري ما اكلت كده في حياتي، مفيش مكان للنفس. لا برحمك، انا عايزاك يا اخويا تتنفس كده وتتحرك،
اصل الحركه بركه مرته مش قادر اتحرك. لا انا كتمت. لا بقول لك ايه، انا ما كنتش بزغط فيك يا اخويا وبجيب لك حمام علشان ما تعرفش تتنفس. ها خليك تاخد شوربه تجيب اللي في بطنك ده كله. ما. يلا اديني حب شويه حب كده وحنان بحق الحمام اللي كلته. والنبي يا بنت اقول لك يا باشا خاطري يا بنت مش كده حبه حنان بس شويه كده. نهار ابوك يا اسوه يا بنت الكلب يا لمى يا لمى احسن ذوق بطن البوتاجاز في بيتي في الطبخ ولا العشاء جنب على حسابي يا بنت الكلب ولا يحصل هي كسرانه امك ولا بنت ابوك يا عيني يا بنت الكلب 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 يا